استضافت وزارة الخارجية ممثلة في معهد سعود الناصر صباح الدبلوماسي نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والتي ألقت محاضرة حول دور الدبلوماسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد ممثلون على الأمم المتحدة في خطة الكويت التنموية كويت جديدة، مؤكدين أن دولة الكويت تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف التنمية المستدامة العالمية. دولة الكويت تسير نحو الطريق الصحيح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هكذا كان العنوان الأكبر للمحاضرة التي ألقتها نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، والتي جاءت تحت عنوان دور الدبلوماسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سعادة نائب الأمين العام تحدثت عن شو هي التحديات اللي عم تواجه التنمية المستدامة عالميا، وكيف ممكن لكافة أفراد المجتمع بما فيهم الشباب يقوموا بتقديم التنمية المستدامة وأجندة 2030. بالطبع تحدثت عن تحديات عديدة، من بين التغير المناخي، من بين كمان تطبيق السلام والأمن. تحدثت عن العنف اللي عم نشوفه بكتير مناطق حول العالم، اللي هو عم بيكون واحد من العوائق للتنمية المستدامة. وخاصة كان هيدا الحوار جيد جدا لأنه كان في السفراء الشباب، مثل ما تم ذكر خلال النقاش اليوم أنه أهداف التنمية المستدامة عالميا تم تحقيق 15% فقط من هذه الأهداف، ولكن دولة الكويت ضمن رؤية 2035 هي على الخطة الصحيحة لتحقيق هذه الأهداف. وهذا الشيء لاحظناه بالتقرير التوعي اللي قدمته دولة الكويت عام 2023. الشراكة الحقيقية بين الأمم المتحدة ودول العالم المختلفة تسعى إلى معالجة كل العوائق التي تعترض خطط التنمية العالمية خاصة في دولة الكويت، وتوفير كل السبل العلمية والفنية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق الأطر العالمية واتفاقيات التغير المناخي. طبعا هذه المبادرة قائمة على أهداف التنمية المستدامة 17 اللي أقامتها الأمم المتحدة، وطبعا في خلال ربط كل سفير شاب مع منظمة محليا، إذا كانت سفارة أو كانت بعثة دولية، بحيث أن هذا الشخص راح يأخذ التجربة، راح يشوف الدبلوماسية على أرض الواقع، راح يتعلم بعدين المهارات. طبعا كويت جديدة 2035 رؤية مبنية على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأكيد هذا شيء جدا مهم. إحنا كدولة نفس الكويت نتطلع للتطور، نتطلع دائما أن إحنا نكون الأفضل. الأمم المتحدة الراعي العالمي والأمم للتنمية في العالم تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق في تطوير التنمية في بلدان العالم أجمع، لا سيما في دولة الكويت، من خلال المشاريع التنموية المتعددة على طريق تحقيق رؤية كويت جديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.